لوسيانو فيتو، لوسيانو فيتو يتقدم ويسجل هدف أول للقادسية، عودة للقادسية من خلال هذه المباراة يا غونزاليس. القادسية يسجل الهدف الأول من ركل الجزاء لوسيانو فيتو، والجماهير القدساوية سعيدة الآن في المدرجات. هدف أول قدساوي يسجل لوسيانو فيتو، قوية جدا ما قدر عليها غسان بلقاوي. إذن القادسية يتقدم بقدم هذا اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فيتو. شوف الأعصاب المدرب وشوف كيف المدرب تحت الضغوطات يا جماعة، غونزاليس تحت الضغوطات في الجولات الماضية، أتحدث هنا عن ثلاث جولات ماضية أي الأربع جولات. هذا الجمهور اللي كان حاضر ويساند، خطأ، جول. ما كملنا كلامنا يا لوسيانو فيتو، هدف ثاني للقادسية، هدف ثاني لوسيانو فيتو يسجل الهدف الثاني لمصلحة القادسية. لوسيانو فيتو يستغل الخطأ من حارس المرمى. ما كملنا يا بركاوي، ما كملنا لوسيانو، 5 دقائق. إذن لوسيانو فيتو، شوف 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 لعبها أوبانور إلى حارس المرمى. وين يا غسان، وين يا غسان؟ هدف ثاني للقادسية، هدف ثاني للقادسية يصعب الأمور قبل بداية شوط المباراة الثاني وقبل النهاية. راح نشوف هذا لوسيانو فيتو يسجل الهدف الثاني للقدساوي، الهدف الثاني للقدساوي. فرحة للقادسية تتكرر، وهذه الجماهير القدساوية في المدرجات يا جماعة ترى مالين الدرجات.